أنا ديما صادق، إعلامية مستدعاة إلى المباحث الجنائية. رسميا ما بعرف ليه، لأن ولا وجهة رسمية قبلت تبلغني سبب استدعائي، وذلك خلافا لكل الأصول القانونية. بالمراجعة قيل لنا حرفيا ممنوع نقلك، هيك مطلوب منا. بس بما أننا بلبنان ولبنان بلد صغير، درنا نعرف أنه رياض سلامة حاكم مصرف لبنان هو اللي طالب استدعائي، وهو اللي طالب أنه ما يقولولي. ما بده شوشرة إعلامية سيادة الحاكم، بده السترة بهالأيام. طيب، في دعوة علي ويبدو أني اعتديت على سيادة الحاكم. أنا ما بعرف بشو اعتديت وما بدهم ياني أعرف، بس مفيد نذكر أنه الأكيد أنه المعتدي الأول مش أنا ولا أي مواطن لبناني. المعتدي الأول بأي قضية خاصة بالمصارف اليوم هو قانونياً المصارف. فبحسب قرارات قضائية صدرت مؤخراً عن قضاة عجلة مستقلين، بينهم كارلا شواح من بيروت وأحمد مزهر من النبطية ورانيا رحمة من المتن، المصارف ارتكبت تعدي واضح وصارخ على القوانين اللبنانية وعلى حقوق المودعين لديها، وهي أي المصارف انتهكت الدستور اللبناني اللي أكد بمقدمته على أن للبنان نظام حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، ويقوم تالياً على حرية التداول ومن ضمنها حرية التصرف برأس المال وتحويله دون قيود، إلا تلك اللصوص التي نص عليها القانون، وأنه عناصر القوة القاهرة اللي عم تدعيها المصارف غير متوفرة بحسب هالقضاة لجهة تسليم المودعين حقوقهم وأموالهم، بل المصارف مسؤولة قانونياً عن الأزمة الاقتصادية بسبب مراكبة أرباحها بشكل فاحش، هيك بتقول القرارات القضائية. هيدا بطل رأي. يعني باختصار، المصارف هن أول ناس خالفوا القانون، مش بس القانون، الدستور، واعتدوا على الناس. المصارف اعتدت على 6 مليون لبناني. حدا استدعاهم؟ حدا إجا صوبهم؟ بهالوقت صار في استجواب لعشرات الناشطين والصحفيين، من ربيع الأمين لشرب الخوري وجينو رعيدي إلى محمد بزيع وغيرهم. هيدا غير الاعتداء الجسدي على الصحافي محمد زبيب. ومين اللي نفذ هالاعتداء؟ بوديغاردية أحد أكبر المصرفيين باعترافهم، اللي نجح فرع المعلومات أنه ينتزعوا منهم والكاميرات اللي صورتهم. وهالمصرف الكبير هي قاعد مرتاح والدنيا ربيع والجو بديع عنده. 120 مليار دولار ودائع محجوزة عند المصارف. المصارف حجزت شقة عمر الناس، المصارف حجزت مستقبل الناس، المصارف حجزت أحلام الناس. المصارف عم تعتدي على كرامة الناس بعملية الذل اليومية على أبوابها. في أي مسؤول بالدولة اللبنانية حاسب المصارف اللي أساءت الأمانة بسرقة حياتنا وأمالنا؟ حدا استدعى شي مصرفي؟ أو بس بيستدعوا ربيع وجينو وشربل ومحمد اللي بعدهم عم بيجربوا يحلموا؟ لا، والأحلى إنه الموضوع نفسه سبق واستدعينا بسببه أنا وموقع درج على محكمة أخرى بنفس الموضوع ولكن كشهود. هلا أنا مستدعيت بصفة مدعى علي بنفس القضية، كأنه صار في قضاءين بالبلد. هاي على القليلة، لأنه في القضاء الأساسي اللي كان لازم يتحرك اللي هو المدعي العام المالي، أي بعده ما تحرك. يعني في قضاء ضد رياض سلامة وقضاء مع رياض سلامة. أنا حأمثل قدام المباحث الجنائية. ما بعرف شو جنايتي، بس بعرف إن لو شو ما كانت مش رح تكون أكبر من جرم سرقة أب قضى عمره عم بجمع ليرة ورا ليرة ليأمن مستقبل ابنه، وإجا من سرق تعب سنينه اللي مضت وسنين ابنه اللي جاي.